هنعمل دلوقتي شوربه الجزر. اول حاجه هحطها، هقول لكم على مقادير دلوقتي بالظبط ايه. حط بس الاول زيت، معلقه الزيت، معلقه واحده بس، وفي شويه زبده معايا عشان بتدي طعم حلو قوي للشوربه دي. وهيبقى في معايا الجزر، الجزر هديله تشويحه، ده كله هيتضرب لسه يعني مش هيتقدم بالشكل ده. معانا لشوربه الجزر معلقه كبيره زبده، وحطينا زيت على الكميه دي، معلقتين مش هيبقى كتير خلاص، او عايزين تحطوا معلقه زبده بس خلاص ما تحطوش الزيت. معانا 6 جزرات حجم متوسط ومتقطعين مكعبات، بصله متقطعه 4 فصوص ثوم او فص واحد بس، يعني على حسب انتوا حابين النكهه تبقى فيها شويه ثوم ولا لا، ممكن فص واحد بس. معانا مرقه منزوعه الدسم حوالي لتر يعني 5 كوبايات، ملح وفلفل، ونص كوبايه كريمه طازه او لبن للراغبي الدايت. هنحط بقى عليها المرقه خاليه الدسم، هننزل الجبنه، ده غلى كويس، هننزل هنا الجبنة وهننزل اللبن، نضرب بقى.